الشكر باسمي وباسم زملائي المكرمين للنقابة العامة للطبخ أولا، ثم اللجنة المشرفة للتكريم، ونعتبر هذا وسام شرف ويجب أن يعمم على جميع الفئات في ليبيا، وهذا أنا أعتزه وأفتخر به. بارك الله فيهم على كل حال، وأتمنى لهم التوفيق، وأتمنى أن يتغير الحال إلى الأفضل، وخاصة في أن مصنع زي مصنع التبغ واقف ومتوقف على العمل وبه أكثر من 1400 منتج عامل. فهذه لفتة طيبة، ولكن أتمنى أن يضع حل لبداية وعودة الإنتاج بصراحة. أن الاتحاد الوطني لعمال ليبيا كان دائما سباق في الاحتفال بهذه المناسبة، ولعل من يقول كيف هو احتفال وهو مطالب للعمال. نحن نقول ليس نريد أن نزيد من جرح البلاد، البلاد مجروحة الآن، العمال مصانعنا منهكة، شركاتنا متعترة، الآن عندنا من في الشركات من لم يتقاضى مرتب من مدة 26 شهر، ونحن في حلول شهر رمضان المبارك. فأوصل رسالتي هذه للإخوة الساسة أنهم يتقوا الله في هذه الشريحة التي أتت بزهرة شبابها وأفنت زهرة شبابها من أجل ازدهار الاقتصاد الوطني. أقول لها من خلال منبركم هذه يا أخوتي في السياسة، يا هم من هم في اتخاذ القرار، أن العمال لدينا ما نقول في هذا الشيء. نحن مستعدين في الاتحاد الوطني للعمال الليبي أن نجمع أكثر من 50,000 عامل في ميدان الشهداء، ولكن نظرا لجرح البلاد العميق لا نريد أن نزيدها جرحا على جرح. في مساهمة في إعادة بناء الدولة، هذه كلها الاتحادات العمالية في ليبيا أيضا أعضاء معنا في القوانين، طبعا لأهميتها ولإبراز دوركم النظام. أتوجه بالتهاني الحارة لشريحة مهمة جدا في مجتمعنا، وفي مجتمع طبعا شريحة العمال، بمناسبة اليوم العالمي للعمال. أتمنى لهم التوفيق، نتمنى لهم مزيد من التقدم والنجاح. أتمنى أن يكون فيه موقف موحد من كل النقابات اللي موجودة الآن تحت غطاء اتحاد يجمعهم للمطالبة بحقوقهم وحقوق العمال، أنه يساهموا ويكونوا فعالين، ودورهم أساسي وليس هامشي في بناء دولة المؤسسات اللي كنا نطالبوا بها، باعتبار أن النقابات والاتحادات النقابات تعتبر من المؤسسات المهمة اللي تبنى عليها الدول، واللي هي تم بناء معظم دول العالم على هذه المؤسسات. السيد المحترم عبد الله السعدي. أما الآن آن الأوان لتسليم. مبروك سيد مصر الدين.